من المعرض الدولي للسياحة والسفر والنقل بطبعته الأولى في الشيراتون بعنابة معي السيد ساحلي رابح. أهلا بك. متشرفين. أهلا مرحبا بكم في عنا في مدينة عنابة في الفندق الشيراتون. نحن هنا نستدير موج بريزونت سوي لو ريسبسيونير لو بريمير ريسبسيونير جي ترافاي على الهوتيل سيبوس بوندون 20 ans et actuellement je suis à l'hôtel Montazah comme premier réceptionnaire. Je travaille là-bas à la réception et c'est-à-dire que j'accueille les clients et tout. Je fais comme mon travail, voilà. ممكن تعطينا يعني بطاقة فنية حول مؤسستكم الفندقية؟ مؤسسة يعني الفندقية هي ستتروف على الهوتيل منتزه أسير ايدي. يتكون من 102 غرفة فيها 4 أجنحة، فيه يعني غرف مهمين تاريخيين مثل الغرفة تاع الهواري ربي يرحمه، معنا فندق استدير نوتغ شامبر تاع فيدال كاسترو القذافي ربي يرحمهم، كانوا يجيونا يقعدوا مع الرئيس تاعنا الراحل هواري بومدين. وديما تستدير عندنا احنا الكوان توريستيك ما شاء الله تاع النابة تاعنا في صيدلي. ما هي اهم الخدمات يعني المتوفره على مستوى الفندق؟ المستوى الفندق هي استدير استدير عندنا الكافيتيريا، عندنا ريستورون، عندنا سال دي كونفيرونس، عندنا مسبح بيسين، عندنا دي تيراس بور فوار لا ناتور اي تو. يعني كي يجينا السائح يريح عنا، يعني الله يبارك تعجبوا ياسر تعجبوا ياسر، وكي يجينا خطر ما بقاش يغادرنا، يعني يعد ديما يجينا ان شاء الله. ما هو يعني تصنيف الفندق حسب يعني الخدمه المتوفره لا كاتيجوري تاع لوتيل تاعكم؟ احنا لا كاتيجوري لوتيل تاعنا سي تان اوتيل دو 3 ايطوال، فيه الخدمات كل، يعني فيه كيما حكيت لك بقيله، عندنا مسبح، عندنا مطعم، عندنا صال دي كونفيرونس، عندنا يعني زبون كيجينا ما يحس بالقلقه خلاص، يعني زبون كيجينا يحس في راحه تامه الله يبارك بيه بالعائله، يعني فندق عائلي. جميل. فندق عائلي يعني ما شاء الله، يعني اللي يجينا يعود يجينا ديما مرتاح، يعني يبقى دائما مرتاح عندكم. يعني يجينا السائح مرتاح، يجينا السياح من كل العالم. جميل. نعم نعم. ايضا هل موقع مؤسستكم الفندقيه قريب او بعيد من مواقع الجذب السياحي والمرافق العامه؟ احنا الفندق تاعنا محطوط في منطقه سياحيه، منطقة سياحية، يعني السائح كي يجينا ما يجيش غير للفندق، كاين مناطق سياحية أخرى، كاين مطاعم، كاين مقاهي، كاين مثلا مثل هذه المواقع، يعني تقدر تسمي لنا موقع أو اثنين؟ كاين صدير واحد هذاك اللي يديروا لهم تاع الباراشوت هذيك. تري بيان. نعم نعم. تاع الباراشوت هذيك من أهم النشاطات يعني. عندنا تاع لي موطو هذوك، عندنا برشا يعني خدمات تم عندنا في. هل الفندق يعمل طوال السنة أو في الفترة الموسمية يعمل فقط؟ طول السنة، يعمل طول السنة، وخاصة كيف في فصل الصيف في يكثر زبائن عنا، يكثر زبائن عنا بكثرة. شكرا لك سيدي الفاضل.